حق وزعما راه فيهم بون فوتبول في الحقيقه. كان تاسفوا بزاف في الاتحاد طنجه لانه ما تستاهلش هذه المرتبه اللي عندها اليوم, وكثر ديال الجمهور زعما راه في الحقيقه جمهور بحال هذا كي ما يستاهلش انه الفريق ديالو يعيش هذه الازمه. نتمنوا لهم الحظ وان شاء الله تصيفوا بيان كي دو زيكيب اللي غادي يطيحوا. بون طنجه ما ميريت با, لو بوبليك ما ميريت با. Aujourd'hui on a eu un bon football, d'abord l'Ouidad Inch'Allah ils doivent confirmer les Inch'Allah le match Fita Club, et j'espère que Radi Jibou la qualification Inch'Allah le 1er avril ça sera un match de Gala Kazan. Le joueur Bara Ken Lyon Fki Gali Zamete du Knesli Mabroche à Tarfou Bahakika et le Hakika Beina ou Hawa Injaz Akhor Lenao Hantumas Matul Lyon. التصريح ديال سيدنا اللي كيأكد المشاركة ديال المغرب مع اسبانيا والبرتغال في الترشيح ديال تنظيم كأس العالم 2030, وتما هذا إنجاز آخر اش غادي نقولوا. هادشي كله الله يهدي لنا وصافي. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي, وما تنساوش ديروا جيم.